مرتاحة ما هيك؟ لا بس يعني وين بدي يروح؟ ليكي فتون، احكي يا روحي وفضفضي كل يلي بقلبك. بحكي لك لحتى توصلي الكلام لزوجك؟ يا عيب الشوم عليكي على هالحكي. بالله زعلتي على حبيب القلب. يلا ليزا تعبت وبدي ارتاح، يلا تصبحي على خير. طيب انتي قادرة تلاقي الخير. شو قالت لك؟ شو بدها تقلي برأيك؟ ما قالت لك امتى رح تروح لعند زوجها؟ لك معقول اسألها امتى بدك تروحي لعند زوجك؟ بتبين تقليعك. بالتوقيت اللي كنت رح افتح فيه مشروع حياتي طلعت لنا بقصة الطلاق. اسمعيني ليزا، هدول لازم يتصالحوا. انا سمعت كل شي عم تحكوا عني وانا ماني راجعة لعنده بس لحتى تكونوا بالصورة. عن جد واحد غبي. Şu akbar ek fıtuğum? Bayan hayranlarını bir kez daha kendisine hayran bırak. Tatil yaptığı Bodrum'da neden ekibimizin üstüne yürüdü? Şufi اللي عم يعملوه والله ما بيتصدق. بالله بالله تفرجي. هذا اللي صار في حضرتك؟ قوم دور على شغل أحسن. ليزا اتركي الشاي هلا من ايدك. شبك عماد وقف رح تحرقني بالشاي. شبك نحن لازم نعمل خطة، هيك ما بيمشي الحال. طيب قلي شو لازم نعمل. مو معقول تضل قاعدة عنا. عن جد عماد انت مانك طبيعي. لما بدكن تحكوا عني وطوا صوتكن. دبيب النمل بينسمع بهذا البيت. لازم تفهموا منيح تضرب اني ما بدي اترك البيت. شو مفكرين يعني؟ ايوه عمرك ما تتركين. بعد ما باتوا لي بيتي بدكن تقلعوني؟ ألو نعم فتون حبيبتي، أنا هنادي، كيفك؟ هنادي خانم؟ إيه، وحابة أطلب منك طلب صغير. طلب؟ طيب إذا بقدر ساعدك ما عندي مانع. طبعاً فيك تساعديني، تقدر تحضري لي كم أكلة؟ مقبلات، حلويات، شغلات خفيفة. طبعاً بقدر حضرهم، لكم شخص؟ إمتى يعني؟ طيب، تكرمي هنادي خانم رح حضرهم. مين هي؟ هنادي خانم مديرة أعمال ولجان. ايه، شو اللي بدها اياه مني؟ بدها مقبلات خفيفة لعشرين ثلاثين شخص. ولشو بدها هالشي منك؟ شو المناسبة انت رح تعمليهم؟ ايه أنا رح أعملهم. هالست ليش اتصلت فيني يا الله؟ اف كان لازم إلا ما فيني أعمل لك ياهم. تعرفي فتون؟ المقبلات لعشرين ثلاثين شخص، فيه رزق مرتبة. عماد سد بوزك. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإفطارات لتكون أول من يشاهدها.